مرحبا بكل اللي بتابعونا عبر قناة الشروق الفضائية. سعيدين يتجدد اللقاء في بدون رصيف وبدون حواجز. نطوف ربوع الوطن الحبيب منطقة منطقة، نتعرف على المناطق، جغرافيتها، إنسانها، ثقافتها، إرثها، تاريخها، عاداتها، تقاليدها، من خلال زيارتنا المنطقة، من خلال الضيوف اللي بنستضيفهم من المنطقة وبيتحدثوا عنها. سعيدين في هذه الحلقة نشد الرحال إلى واحدة من أكبر المناطق في السودان وأميزة، يعني هي منطقة النيل الأبيض، ويمكن يعني أميزة دي الناس تعذرني فيها باعتبار أنه أنا واحد من أبناء هذه المنطقة، عشان كده يمكن تأخذني الانتماء شوية أميزة عن غيري، لكن كل الوطن عندنا هو شيء واحد. والنيل الأبيض أنا سعيد الليلة أكون ضيف عليها من خلال بدون رصيف، وأستضيف أبناء منطقة النيل الأبيض الأستاذ مهدي الطيب الخليفة. أستاذ مهدي مرحب بك، ضيف عزيز علينا. مرحبا بك وبكل مشاهدي قناة الشروق. الله يديك العافية. وأيضا دعوني أرحب بالأستاذ محمد علي فضل الله، مرحب بك. والسلام أخ أحمد موسى، طيبت وطابت، أهل الشروق كله مشكور. الله يديك العافية. وأيضا ضيف عزيز علينا الإعلامي والباحث في مجال التراث في بحر أبيض الأستاذ غريب الله محمد فرح. أستاذ غريب الله مرحب بك. أهلا بك أخوانا محمد موسى، ونحن سعيدين وبعدين حاسين كأننا قاعدين في بيتنا، أنت في النيل الأبيض ونحن ناس النيل الأبيض. أهلا بك وأهلا بكل اللي بيشاهدوا قناة الشروق. الله يديك العافية. والقعاد ده برا البيت، لأنه نحن الدكان ورانا والحيطة ورانا والنجوم فوق لنا والقمرة. دائما في كل حلقة بصاحبنا نغم، والنغم ده بيكون من تراث المنطقة المتداول الفني هناك. الليلة إن شاء الله حتكون معانا واحدة من المبدعات في بلادي اللي حتقدم لنا جزء من تراث منطقة النيل الأبيض، الأستاذة الفنانة أمال بابو. مرحب بك أمال، وبنستضيف إن شاء الله حتكون تقدم لنا نماذج من خلال الحلقة عن تراث النيل الأبيض. ودائما في كل حلقة عندنا وجبة بتكون من صميم أكل المنطقة وتراث المنطقة. الليلة في النيل الأبيض حتكون معانا شيماء محمد موسى، هي من النيل الأبيض، وحتقدم لنا وجبة من الأكل اللي تعودوا عليه وهنا في النيل الأبيض. بنبدأ أول شيء أستاذنا مهدي الطيب الخليفة، نبدأ نتكلم عن طبيعة المنطقة النيل الأبيض. هي منطقة كبيرة جدا جدا، طبيعتها، مناخها، هل هي أرض صحراوية طينية، يعني طبيعة المنطقة كلها. النيل الأبيض يحلو لنا نسميها دائما بحر أبيض. نعم، بحر أبيض الوافر الزاخر بخيراته من البشر ومن الموارد الطبيعية. نعم. النيل الأبيض هي تقع جنوب الخرطوم، على طول النيل الأبيض إلى حدودنا مع جنوب السودان. نعم. 530 كيلو طول النيل الأبيض. هذه الولاية ولاية وسطية، وسط السودان، يتميز مناخها في الجزء الشمالي شبه صحراوي، في الجزء الجنوبي سافنا. نعم. وداء يعني أمطاره أكثر من الجزء الشمالي. النيل الأبيض هو الأساس في بحر أبيض، يقسمه إلى نصفين، شرقي وغربي. نعم. غرب النيل الأبيض وشرق النيل الأبيض. نعم. شرق النيل الأبيض المساحة أصغر من غرب النيل الأبيض اللي هي الأوسع، وتتخيمها ولايات من الغرب أو الجنوب الغربي، جنوب كردفان، شمال كردفان، من الشمال الخرطوم، من الشرق الجزيرة، وولاية سنار. نعم. مساحة الولاية 39,700 كيلو متر مربع. هذه الولاية تتميز حقيقة بطبيعة زاخرة، النيل اصلا يوفر المياه، وعبارة عن بحيرة دائمة النيل الأبيض. نعم. يختلف حتى من النيل الأزرق لأنه دائم. نعم. وحتى في زمن التحريق وينزل النيل هو بيكون فيه عرضه واسع جدا ما أقل من 3 كيلو. هذا النيل هو شكل الحياة في النيل الأبيض، شكل الحياة كلها، الحياة الثقافية، الحياة الاقتصادية، من زراعة، من صناعة، من رعي، من تجارة، من تجارة أيضا، من النواحي الأخرى الثقافية أيضا، كان موطن قوي جدا للطرق الصوفية، وخلق مناخ قوي وزاخر في القرن الثامن عشر حين ظهرت الثورة المهدية. كان النيل الأبيض شكل مناخ قوي جدا لظهور الثورة المهدية، تنطلق من النيل الأبيض لإحساس الناس القوي بأن هنالك وعد صادق ينقذ السودان من الحكم التركي. نعم. فهذا كان من خلال الطرق الصوفية، من خلال الخلاوي الضخمة الكبيرة الموجودة. فالنيل الأبيض حقيقة نحن دائما نسميه هي النواة التي تشكل منها السودان كله. نعم. باعتبار أنه التاريخ الحديث هو بدته المهدية، المهدية انطلقت من النيل الأبيض. نعم. بالتالي هي النواة التي تشكل منها السودان الحديث. تفصيلا إذا كنا نتحدث عن طيب أستاذنا محمد علي فضل الله، نحن نكدين نتكلم عن
النشاط هناك في النيل الابيض، هل هو نشاط رعوي، هل هو نشاط زراعي، النشاط الاغلب تجاري، كلهم موجودات مع بعض؟ النيل الابيض هي حقيقه عباره عن في مجمله نعم. هي لوحه للسودان مصقره، لوحه مصقره للسودان كله، عشان كده بكون فيها كل النشاطات نعم. الزراعه هي المهنه الرئيسيه. النيل الابيض الان فيها يمكن 6 مليون فدان صالحه للزراعه، الان هي دي في على مستوى الولايه كلها صالحه للاستزراع بكل انواعه. بعدين في حاجه مهمه نعم. النيل الابيض، النيل قاسمه لنصفين شرق وغرب، يمكن الناحيه الشرقيه كلها عباره عن تربه طينيه نعم صالحه للاستزراع، كذلك الناحيه الغربيه يمكن الناحيه الاراضي المطاقه للنيل صحيح فيها طينيه، اما في فوق في الجوز عباره عن كزبار رمليه ايضا صالحه للزراعه، الدخون والسمسم وغيره من انواع النشاطات. كذلك الرعي، يعني يمكن انسان النيل الابيض باعتباره زراعي رعوي من المقام نعم. الاول من الدرجه الاولى ان شاء الله. اذا وجد الزراعه وجد الرعي نعم. دائما طالما في عشب وكذا موجود رعي نعم. طيب نحن استاذنا غريب الله نقول شنو يعني ما يميز انسان النيل الابيض؟ النيل الابيض عباره عن مرعى كبير جدا نعم. زي ما ذكر اخواني عباره عن مرعى كبير تماما، ده كان سبب لانه تتوافد عليها قبائل كثيره جدا، اضافه للقبائل اللي اصلا كانت موجوده في النيل الابيض نعم. هسه الان في النيل الابيض يعني انا متاكد بعد سنوات قليله حيكون عندنا انسان النيل الابيض فقط، ما في زول بيقول انا قبيلتي فلانيه ولا قبيلتي الفلانيه، لانه الناس دي تزاوجت وتصاهرت وشكلوا انسان جديد، انسان النيل الابيض الحديث. عشان كده النيل الابيض اكثر ولايه في السودان يعني ما قامت فيها حروب، ما فيها مشاكل اطلاقا، ما في محاكم، يعني حتى المشاكل بتحل بجوديه، لانه الناس يعني زول مش شاكل خاله ولا شاكل عمه، ما في طريقه، لانه الناس كلها بقت اسره واحده، ده النيل الابيض تركيبته السكانيه. انسان النيل الابيض ابيض يعني انسان طيب لابعد الحدود وقاسي لابعد الحدود في وقت الشينه يعني. فهو زول تقدر تعيش معه في سلام وفي امان، يحترموا كل زول داخل الولايه، بيعتقدوا انهم كلهم هم حاجه واحده وكيان واحد وجدان واحد. عشان كده تشابهوا في كل شيء، حتى في عاداتهم وفي تقاليدهم، بل حتى في رقصاتهم الشعبيه، في اغنياتهم يعني تلقاه في الشرق، تلقاه في الغرب، تلقاه في الشمال، تلقاه في الجنوب، بقى انسان النيل الابيض كيان واحد وجدان واحد. طيب احنا نقف في اغنياته ديل ونمشي لاخوتنا مال بابو، نسمع لنا لحن ونرجع تاني. شدت بكاي انا جسمي استسمى
شكرا للمبدع امل بابو والفرقه المصاحبه ليها، وهي بالرغم انها ما من النيل الابيض لكن هي نقلت جزء كبير من التراث بتاع الدلوكه، والنغمه زي ده موجود في النيل الابيض، مجرد ما تسمع ناسا سامع نغمه الدلوكه طوالي بتخيل في المناسبات وفي الافراح الموجوده في النيل الابيض. والدلوكه والغنى ده بيقودنا للحديث عن المراه، نجي استاذنا مهدي نتكلم عن المراه في النيل الابيض ودوره يعني من زمان وهسه يعني. نعم، المراه تشكل هي نصف المجتمع قطعا. نعم. لكن طبيعه النيل الابيض ذو النشأة الريفية القوية، تمازج كل القبائل الموجودة فيه، أعطى المرأة دور خاص. نعم. فالمرأة دورها في التراث بالذات الثقافي ودورها حتى في الحياة الاقتصادية كبير. نعم. جدا. نعم. في الآونة الأخيرة تحدثوا أنه المرأة بدأت تلج العمل ويشتغلوا البنات في المكاتب، لكن المرأة في التاريخ هي أصلا سابقة الرجل للعمل في المزارع وفي الرعي في النيل الأبيض يعني موجودة. نعم. وحتى الآن غالبية سكان النيل الأبيض المرأة تمارس العمل بقوة يعني في الزراعة في الرعي، تستند الرجل في كل شيء. فوق ذلك المرأة تقوم بأدوار كثيرة جدا اجتماعية، هي عليها في الواجب المنزلي، هي تملي المنزل، هي تجلب الماء، هي تعمل الطعام، هي تحافظ على الأبناء. الوضع الجديد المرأة بعد حصل التعليم وتقدمت البلد والناس وصلت مرحلة متقدمة، الآن المرأة في النيل الأبيض تلعب دور كبير جدا. نعم. على رأسها المعلمة، والنيل الأبيض كسابقة في التعليم في السودان كله، لأن هنالك بختر رضا. نعم. كان إشعاع الحضاري والثقافي بختر رضا. أكيد. أصبحت المرأة تلعب دور كبير جدا في التوعية وفي الثقافة وفي التعليم بصفة عامة، وهي حتى الآن شريكة للرجل إذا ما زادت من 50% لا تقل من 50% في المشاركة في كل شيء، سواء كان في الجانب الاقتصادي في الجانب الاجتماعي. وده أنا إذا تحدثت عن التراث هنا بجد إنه التراث في النيل الأبيض التراث كله نابع من المرأة. يعني كل الأغاني هي يعني بتنقسم إلى أقسام معينة، كان أغاني في التمتم هو ده يقاعه، لكن الأغاني كلها سواء كانت في الفنجفاج، الهرمة، المردوع، المردوم هو ده جاي من كردفان، النقارة، كل هذه المبادرة فيها والدور الأكبر للمرأة. لأنها بتشارك بالأغاني وبالتصفيق وبالرقص نفسه. الرجال يشاركون فقط مشاركة في الرقص وأحيانا بالكرير. نعم. الكرير بعتبره إنه هو غناء عاجز، هو قادر لا ما قادر يغني، فذلك ترك الغناء المرأة هي تغني هي، والأغاني طبعا فيها الغزل وفيها الحماس وفيها كل شيء. فالمرأة قايم حتى المؤلف لهذه الأغاني امرأة. فالمرأة دورها في النيل الأبيض دور كبير جدا، دورها الثقافي. ضربت لي كلام أستاذ مهدي. نعم. اتجاه جميل جدا فعلا. المرأة هي الحارس الحقيقي للتراث. إذا تحدثنا عن العادات والتقاليد الممارسة عندنا في النيل الأبيض كلها بسؤال المرأة، يعني إذا كان الحنة، إذا كان عندنا يوم اسمه يوم البلل. نعم. وده يوم بيسبغ العرس بيتعامله المرأة، واحد من عاداتنا يعني عندنا يوم الصحن ده اليوم اللي فيه العرس ذاته، عندنا يوم قطع الفرع أيام يعني العرس ذاته، يوم رص العدة، يبقى كل عاداتنا وتقاليدنا نحن بتقوم بها المرأة. نعم. وزي ما قالت يعني حليب بقر وفزوع حطب وورود ألمي وعواسة وولادة، ده كله بيسويه المرأة عندنا في بحر أبيض يعني خاصة في الريف. نعم. يعني إذا كان إحنا في النيل الأبيض عندنا القطيانة والدويم وربك كوسي دي المدن الرئيسية، باقي النيل الأبيض طبعا كله ريف، فالمرأة عندنا في الريف بتعمل الحاجات دي كلها إلى جانب أنها هي موجودة داخل المدارس بتتعلم ووصلت في تعليمها لمرحلة متقدمة جدا. طيب أستاذنا برضو قبل ما تمشي من المرأة أنا دايت داري في المرأة دي لابد لنا أن نتحدث عن تاريخ ناصع أبيض للمرأة في الجانب السياسي. نعم. لو تحدثنا في القطينة عن الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم. نعم. فاطمة أحمد إبراهيم دي هي أول برلمانية ترشحت برلمانية في الشرق الأوسط كله سنة 1965، يعني تاريخ يسجل ويكتب بماء الذهب. نعم. إذا كان هذه العظيمة الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم هي الآن من رائدة العمل السياسي على مستوى السودان، وهي أول برلمانية كما أسلفت. نعم. يعني ترشحت البرلمان على مستوى الشرق الأوسط كله. نعم. لا في السودان ولا في فقط يعني، هذه واحدة. أيضا لنا نتحدث عن المعاصرات، وأسمح لي في هذه الثانية أن نترحم على الأستاذة عائشة الطيب، هذه من منطقة مجر. يعني هذه المرأة من النساء أيضا يعني اللائي لعبنا دورا كبيرا، هي معلمة لكن مع أنها معلمة ولقيت العمل السياسي، وكذلك لها يعني تشكل الرأي القالي في منطقة مجر، لها يعني باع في التواصل في الاجتماعيات في التعامل حتى في فيما يلي الزراعة كذلك لها دور،
لها ترترات ولها آلات زراعية، يعني تزرع وتأتي إلى التدريس، وكذلك هي رائدة سياسية من رائدات العمل، لها الرحمة والمغفرة إن شاء الله. الرحمة. طيب أنا داير أقول أستاذنا محمد علي فضل الله إنها المرأة في النيل الأبيض هي منتجة، يعني ما هي يعني ما هي حاصرة نفسها على البيت والتربية الأطفال، مشاركة في الإنتاج الآن، يعني هل الكلام ده حقيقة ولا لا؟ والمرأة زي ما قالوا في الريف هي مساهمة في كل شيء، حتى في المدينة هي أصبحت متعلمة وأصبحت تقود العمل، سواء كان في التعليم سواء كان في السياسة سواء كان في كل شيء. هو طبعا وضع المرأة في النيل الأبيض يرجع للتعليم في النيل الأبيض. نعم. التعليم لأنه جاء للنيل الأبيض مبكر، عشان كده المرأة من تعلمت دخلت المدارس والتدريس والجانب ده. ومن بقى الموجودة في الريف هي التي مارست مهنة الرعي والزراعة وكذلك معنا، يعني كأنما نقول الإنسان من بيئته، البيئة حقتها هي شكلت وجدانه. في الريف هي تساعد الرجل فيما يلي الريف، وفي المدينة لا، الذين يعني لا يتعلمنا ونال حظ وافر من التعليم هم يعني شكلوا المدارس، ومنهم المديرة المديرة الكبيرة، ومنهم يعني تسنموا درجات عليا في التعليم على مستوى. نعم. الولاية. أنا أضيف لإنتاج المرأة في النيل الأبيض، وده حصريا يحسب للمرأة في النيل الأبيض. نعم. اللي هي إيقاع التمتم. نعم. اللي هو غنت به الأستاذ الآن. نعم. شوي غنت بإيقاع التمتم. هذا الإيقاع هو حصريا يحسب للتومات في كوسي، كان في أوائل القرن العشرين. هم كانوا بيغنوا، والتمتم جاي من كلمة التومات، كان بيقول لها تمتمي، بالتالي أصبح التمتم. نعم. التمتم اللي بيغني له بيغني به البيت أسي قبل شوية أخوتنا الأستاذة. نعم. هذا الإيقاع انتشر في السودان كله. نعم. وتسلم الإيقاع ده الأستاذ الكبير إسماعيل عبد المعين، وحقيقة هو طوره وهو نشره وخلاه انتشر في السودان. أيضا هنالك أحد الموسيقيين الكبار كان في سلاح الموسيقى، الأستاذ إسماعيل زغل. نعم. إسماعيل زغل ده كان في سلاح الموسيقى، هو الألف الموسيقى اللي بيقدموها برامج يطلبها المستمعون القديمة. نعم. حتى الآن دي ألفها إسماعيل زغل. في كوسي يعني حقيقة ظهرت حركة ثقافية غنائية ضخمة جدا. نعم. أفرزت كثير جدا من الـ من الـ المغنيين ومن العازفين ومن الأدباء الذين أسهموا في الحياة العامة، لكن أنا ركزت على التمتم لأنه ده حصريا يعتبر يعني إيقاع متفرد به النيل الأبيض، متفرد به السودان، الآن انتشر في كل السودان وبغني به الناس وبغني به الأغاني كثيرة، يعني يمكن أخوتنا قالت منها أسي جانب، حليل النازل الزمان بيجونا، و والحل ومشي بتاتي من المحطة لفريق القطاطي، من المحطة لفريق القطاطي حبيبي سافر مصر عليه حياتي، ده عليه قاعد تمتم وعملوه التومات. يعني طيب نحن طالما تفردت النيل الأبيض وزي ما قالوا قاعد تمتم حصريا بدأ من هناك، أمال بابه نسمع لحن ونجي راجعين.
سمحت وبدلتك، سمحت وطاقيتك، سمحت وعربيتك، سمح السميح كله سميح. شكرا للمبدع عمل بابو، شكرا للفرقة المصاحبة، وطبعا طوال الواحد يتخيل الشكر ده للعريس ورابط الحريرة والضريرة في راسه، لابس العراق السمح والجلابية وماشي وبالغنى السمح زي ده والشكر زي ده، القريشات اللي في جيبك كلها انت قرضن وتقني بتتلفت. نحن في ضيافة النيل الأبيض، التاريخ، الحضارة، العلم والمعرفة والاقتصاد، فاصل ونرجع، ما تمشوا بعيد. مرحبا بكم من جديد، ما زلنا في ضيافة النيل الأبيض وأستاذنا محمد عارف فضل الله، نتكلم عن التعليم. قبل أنت تكلمت عنه في 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 محورنا عن المرأة، وقلت أنه التعليم من زمان والمرأة تعلمت. نتكلم عن التعليم عموما في النيل الأبيض، سواء كان التعليم الديني، الطرق الصوفية، الخلاوي الموجودة، التعليم العام. نعم، الحديث عن التعليم في النيل الأبيض يأتي من وسطة الولاية كوسطية، طبعا كان زمان مديرية النيل الأبيض كما تعلمون يعني. النيل الأبيض وسطيتها جعلت الوافدين إليها من الشمال ومن الجنوب ومن القريب ومن الشرق في النيل الأبيض. هذه الوسطية جعلت يعني لو تحلمنا عن الشمال، شمال السودان كلهم الموجودين في القطينة وفي الدويم وفي كوستي، يعني جاءوا في يمكن أكثر من 1800 لورا في النيل الأبيض. بعد ذاك لو تكلمنا عن التعليم، نتكلم مثلا عن مدن هامة، نتكلم عن الكوة. نعم، الكوة أول مدرسة أسست فيها سنة 1902. يا سلام. بعدها جاءت مدرسة الدوم الريفي 1908. يا سلام. يعني ده تاريخ عظيم، تاريخ قديم. الكوة دي يعني الحضارة اللي فيها الموجودة جاءت لأنه التعليم بدأ فيها في وقت مبكر جدا. يعني تخيل إنه مدرسة أنشأت بعد كلية غرور تذكارية بثلاث سنوات، أنشأت مدرسة الكوة الابتدائية، خرجت العلماء العظام كما تعلمون يعني. بعد نتكلم عن الكوة، نتكلم عن رجال يعني صنعوا تاريخ عظيم. نتكلم عن الدكتورة تيان الماحي. نعم، مصطفى تيان الماحي في مدرمان ده يا اخواننا، يعني اسسوا دكتورة تياني. بعد ذاك تيان الماحي يحسب ويعد هو يمكن عالمي، يتكلم عن انه ابو الطب النفسي على مستوى العالم الافريقي. تمام، كله. نعم، تيان الماحي. نتكلم عن شخصيات معاصرة، أخونا المحامي غازي سليمان، والتجاني حاج موسى، إسماعيل حاج موسى. طبعا تجاني حاج موسى ده بيتكلم عنه أخونا بعدين، لأنه تجاني حاج موسى زي ما يقولون حسن الله بيه، زي ما قال أخونا قبيل المهدي. نعم، هو يعني حلنجي النيل الأبيض يعني. نعم، تجاني حاج موسى. نعم، هو شبيب الحلنجي، له إسهامات كبيرة في مجال الثقافة. الحديث عن التعليم في النيل الأبيض لابد أن نتحدث عن المركز الذي يشع حضارة وثقافة وتعليما، بخت رضا. السلام. هذا الصرح الكبير الشامخ الذي علم ومد يعني خيوط المعرفة إلى كل العالم، ليست السودان فحسب يعني كما تعلمون يعني. نعم. بخت رضا كمعهد يمكن كالناس قد لا تكون عارفة إنه هو عبارة عن ثمرة لقرار أصدره الحاكم العام سنة 1930. نعم، عشان ما ينشوا معاهد على مستوى السودان. فكان أول معهد هو معهد بخت رضا 1934. وبعد ذاك يعني الحديث عن بخت رضا حديث يعني ذو سجون كما يتحدثون، لأنه بخت رضا يا أخواننا يعني كمركز، أول مركز يعني كان مشيع بالعلم
الخواجات يا اخواننا في الزمن ذاك ما جهلوا القصه دي، وزعوا التعليم. نعم وزعوا التعليم، بدوا بيشندي، جاء تكلم عن بخترودة، تكلم عن الدلنج، تكلم عن مريدي، وكلها معاهد للتعليم، لكن بخترودة هو كان المعهد الرئيسي، وكان حتى على الدارسين اكبر. ولا بد ان نذكر في التاريخ يعني مستر جريفس هو اول عميد للمعهد، وكان ينوب عنه عبد الرحمن علي طه، هو نائب، هو سوداني طبعا باعتباره. بعد ذاك عقبه برضه خواجه، بعد ذاك توالوا العمداء الى ان جاء يعني حسين فهمي ومندور المهدي، هؤلاء كلهم العظام الذين يعني تعاقبوا على اداره معهد التربيه والخطرة. معهد التربيه والخطرة كان له يعني اهداف رئيسيه، اهم اهدافه كان يعني تدريس المعلمين للمدارس في الزمن ذاك، يعني ما كان في معلمين كتار يعني. نعم. الهدف الثاني يعني اصدار المغرات للتلاميذ، واصدار النشرات الارشاديه للمعلمين في الفتره ديك يعني. عشان كده كان هو مركز للاجعاع الحضاري والمعرفي في كل العالم. انا حقيقه حريص جدا في تراث بخترودة، اتكلم عن شخصيات يعني درست في هذا المعهد العريق، ودائما يا اخواننا احب اتكلم عن بخترودة، اتكلم عن ناس عظام يعني كلهم تدربوا. اتكلم عن مثلا سر ختم الخليفه، كان معلما بهذا المعهد. وتعلمون من هو سر ختم الخليفه؟ هو طبعا اول رئيس مجلس وزراء حكومه اكتوبر 64، وطبعا هو ولد في الدويم سنه 1919، وتخرج في كليه غردون التذكاريه سنه 1937، وبعد ذلك يعني هو رئيس مجلس وزراء في نفس الحكومه التي هو كان رئيس مجلس وزراء، كان وزير الخارجيه اخونا محمد احمد المحجوب في نفس الحكومه التي كان، وهو لا العظام ايضا من النيل الابيض. نحن نتكلم عن الدويم وما نتكلم عن النيل الابيض ككل، لكن هذه هي الحاجه التاريخيه التي تكتب بماء الذهب يعني كما اسلفت الحديث. طيب نحن نجي برضه استاذنا مهدي، التعليم الديني له مساحه كبيره في النيل الابيض. نعم التعليم الديني هو اساس التعليم في النيل الابيض. نعم وهو اساس التعليم في السودان، يعني بدا التعليم الديني بخلاوي القران. هنالك كثير من الشيوخ هم اسسوا تجابات للقران، وجلبوا التلاميذ من جميع انحاء السودان، والنيل الابيض مشهوره بخلاوي شهيره فيها. لدينا خلاوي الشيخ محمد المضوي في كوستي، جنوب غرب كوستي، الشيخ محمد المضوي للمعرفه هو الان في ميدان الشهداء. وبهذه المناسبه نحن نتقدم بالشكر الجزيل لوالي الخرطوم الفريق عبد الرحيم احمد حسين الذي بنى صرحا في ميدان الشهداء ذكرى للشهداء كرري وشهداء وشهداء المهدية بصفه عامه. والان هذا الصرح هو جديد يعني ما تم شهر، وده حقيقه يعني عرفانا لحق هؤلاء الرجال. الشيخ محمد المضوي اسس خلوه العليق، والان هذه الخلوه خرجت الاف من الناس في كردفان في دارفور بل الى غرب افريقيا. الخلاوي كثيره، خلاوي في شبشه عندنا الشيخ برير الشيخ الحسين من اكبر الخلاوي من اقدم الخلاوي، ايضا عندنا الخلاوي في الشيخ الصديق الشيخ بساطي، عندنا الخلاوي هنا في الياقوت، عندنا الخلاوي في النزيهه، وعندنا خلاوي ايضا في تندلتي في امتابه، خلاوي الشيخ خالد الشيخ عبد الرحيم الشيخ المنة، خلاوي الشيخ ابو الدخيره في منطقه الجبلين، وايضا خلاوي الشيخ في منطقه الجبلين، وخلاوي الشيخ محمد احمد في الكريده. هذه الخلاوي كلها ده نموذج حقيقه حتى لازم الاخرين، هذا نموذج كثير. جميع تقريبا معظم قرى ولايه النيل الابيض او مدنها بها خلاوي كبيره وداخليات، حتى لا اظلم لا استطيع ذكرها جميعا، لكن قدمت الكثير وهي اساس التعليم. التعليم الديني في النيل الابيض رفع الروح التدين لمرحله عاليه جدا، لذلك ده واحد من الاسباب الرئيسيه لقيام الثوره المهديه من النيل الابيض، انه كان التعليم الديني عالي جدا والوعي الديني عالي جدا. نعم. وكان هنالك إمام منتظر ليجدد الدين، فكانت هذه شائعة في النيل الأبيض كله، لذلك الدعوة المهدية وجدت استجابة عالية جدا من كل هؤلاء المشايخ. وقصد الإمام المهدي هؤلاء المشايخ، قصدهم في خلاويهم، وكانوا هم بيقوموا معه كلهم وبحيران وبناسهم، وتخرج من هؤلاء خلفاء المهدية كلهم تقريبا. الآن الناس إذا التاريخ عايز إعادة قراءة، الخليفة علوة حلو من النيل الأبيض. نعم. ومن خلاوي الشيخ محمد المضوي. الخليفة عبد الله التعايشي هو تعايشي،
نعم. تعيش جنوب دارفور نعم. الكبيرة، لكن أصلا كان موجود في النيل الأبيض في منطقة بروكبة. أبوه محمد تورشين الآن مدفون في بروكبة، وتعيش كان موجود في النيل الأبيض، وكذلك أبو قرية الأمير الثالث من القطينة. فهؤلاء كلهم كانوا في النيل الأبيض للتاريخ يعني، والزمن ذاك الولاية كانت فعلا يعني أول منطقة، كانت منطقة روحية فيها عبق ديني عالي جدا، بالتالي نشأت منها هذه الثورة المهدية، وظل التعليم في هذه القرية حتى اليوم. الآن هنالك محاولات كثيرة لإدراجة ضمن مدارس قرآنية، تطوير المناهج، لكن موجودة، وحقيقة نحن نفخر بها كثير جدا، وخرجت لنا الكثيرين وعلمت الكثيرين. والمساحة عن الكلام في التعليم عموما والتعليم الديني والتعليم العام داير مساحات كبيرة في النيل الأبيض، والحلقة قد ما تزعفنا لأنه بنحاول نغطي في أكبر قدر من المعرفة عن النيل الأبيض. بجيك أستاذ غريب الله نتكلم عن عادات وتقاليد موجودة في النيل الأبيض. طيب العادات والتقاليد هي الإرث الثقافي التركوه جدد نعم. وموجود عندنا، ودائما العادات والتقاليد بتمارس في المناسبات، يعني كان في طهور أو كان في زواج أو حتى في الوفيات. نحن عندنا بعض العادات والتقاليد نعم. يعني أول حاجة أديك مثال، مثلا يعني حق الصيوان عندنا حق العرس ما زي الصيوان حق الوفاة. يعني الصيوان طبعا عنده شكلين، الشكل الجميل اللي فيه الورود ذاك يا محمد، والجزء البغادي نعم. لما تجي من بعيد تعين الصيوان تلقى شكل الورود ده بيبرة، انت من هناك قابلك شكل الورود معناته ده صيوان عرس نعم. لكن تلقى مقابلك الجزء الثاني الاغبش ذاك معناته ده الصيوان بتاع وفاة، تمشي بس تدي فاتحتك وتقوم بواجبك نعم. احنا يعني الصورة التكافلية، اتكلم عن التعليم الديني، احنا الدين مؤثر فينا تماما، يعني كل عاداتنا مرتبطة ارتباط كلي بالدين بالتكافل نعم. دي بره ذكرت لك حاجة اسمها يوم البلل. يوم البلل ده واحد من عاداتنا في العرس نعم. هو العروس ام العريس تقوم تعالي تقول انا عريس ولدي خلاص قبل اسبوع يعني من العريس نعم. تقول انا داير اسوي بلل ولدي، اي مره في الحله تشيل لها الولد عيش وتجيبها للمره دي، يقوم العيش ده كله يبلوا يعملوا منه زريعه، الغرض من الزريعه دي انه يعملوها ابره يكرموا بها الضيوف الحيوا نعم. للمناسبه نعم. وباقي الدقيق بيسووا فيه العصيده حق الفطور لناس العريس ده قبل ثلاثة يوم. بعد يومين ثلاثه بيكون في الحنه الصغيره، وده يحنن عمه بجاي وخاله بجاي، يعني ينتقل من قريه لقريه بيتحنن كم مره يعني نعم. بعد ذاك بيجي اليوم الاساسي اللي بيوس يومه يوم الصحن، وده هو التكافل الحقيقي. يعني العريس بعد ما يغدوا الناس ويطلعوا له سريره برا، يفرش له بالفرشه الحمراء، يسوي له جيرتك بالعصر نعم، وحوالين الحكامات بيغنوا الاغنيه بتاع شغلاب بيتكلم عنه الاستاذ مهدي قبيل نعم. والهرمه دي نوع من الاغاني الموجوده عندنا بس في النيل الابيض فقط، وبيكون الناس كلهم حواليه هن بيغنن، والناس بيدفعوا القروش، اللي بيدفع ذهب، اللي بيدفع بقره، اللي بيدفع قروش، شكل بتاع تكافل العرس بيطلع غنيان جدا. كان جيتني هناك ان شاء الله واللي قلت لك واحده مننا يا احمد موسى بتتربك بيك ان شاء الله، فالعرس بيطلع زول مرتاح جدا. مش كده وبس، بل حتى بيكون في قطعه زراعيه خاصه بالعريس، بيقوموا ناس الحله بيعملوا نفير للعريس، دي بلد العريس ماشيين يزرعوها ويحصدوها ويجيبوا له عيش لانه عريس ما قدر يمشي الشغل. كثير من العادات التكافلية، يعني حتى في الموت، يعني لما تحصل لك وفاه اي زول من يجيك ما بيجيك عشان دار شيء الفاتحه ويمشي، لا ابدا، بيجيك شايل البي شايل باغت زيته، البي شايل شوال بصله، دي حاجه تعود على الناس تماما. يعني حتى في بيت البيكا صح تلقى زول بشاي داخل، لا لا ما بيجيك شاي، الناس يعني البيكا ما بيسوي شاي، الشاي ده كله بيجيك من برا، والفطور بيجيك من برا. انت الا يوم رفع الفراش او انت بتجيب بهنتك الكرامه بتطبخها للناس، لكن عدا ذلك كل الناس هم اللي بيساهموا معك. مش كده وبس، اللحظه بتاعت رفع الفراش نفسها الناس بيكونوا طالعوا الحسابات، شوفوا اللي انصرف كم والدخل اللي جا من الناس كم، اذا القروش كفت الحمد لله، ما كفت مهدي انت تدفع 1,000,000 جنيه، محمد موسى انت تدفع 300، كل دول حسب قدرته. طوالي فورا في نفس اللحظه كل دول بيدفع قروشه، يسدد القروش فورا في نفس اللحظه. يعني دي صوره تكافليه، زي ما قلت لك امورنا مربوطه بالدين تماما، دي عادات تعود عليها في النيل الابيض وموجوده حتى الان. وكثير من العادات الصغيره الصغيره اللي يمكن زي ما انت قلت الزمن ما يسع لذكرها كلها، لكن عندنا كثير من العادات. يعني العريس ده شخصيه مهمه جدا، العريس ده يوم عرسه اللحظه اللي بيكون قاعد فيها السرير قلت لك ده مدلع جدا يا محمد، يجي عارف انه عمه فلان الفلاني عنده بقر، يقول يا عمي انت تديني 3 بقرات، ويا عمي فلان انت تديني 5,000,000، ويا عمي المفلس انت تجيب 100 جنيه، وانت تدفع بس لانك لو ما دفعت الحكامات موجودات، يقوم نغنى فيك الغنى شين ذاك يشردك من الحله مره واحده. فدي كلها عادات موجوده الان باحتفاليه كبيره جدا مصحوبه بالغنى اللي تكلم عنه استاذ مهدي قبيل، الكري والمردوع والهرمه والشغلاب، دي كلها عادات. عدد العادات ده بيجي من كبر المساحه بتاعت النيل الابيض، يعني الحته هنا يختلف العادات من الحته هنا تختلف، لانه المساحه كبيره، وزي ما قلنا ان احنا قبيل في بدايه الكلام حدودنا كبيره مع كل الولايات في السودان، بتلقى في حدود، الحدود دي ممكن تكون مشكله على يعني موروثات ثقافيه ما بيننا وما بين الولايه جنبنا، سواء ناس كردفان حيكونوا متداخلين معاك، سنار بيجاي والجزيره بيجاي حيكونوا متداخلين معاك، خرطوم بيجاي برضو عنده ثقافته، الجنوب برضو يكون متداخل معاك في شكل الثقافه. نحن نمشي امام الباب ونسمع لنا لحن ونرجع نتكلم عن
النيل الأبيض. شكرا للرائع عمل بابو، شكرا للفرقة المصاحبة، وما زلنا في ضيافة النيل الأبيض. وطبعا دارين نتكلم عن الجانب الاقتصادي الموجود في النيل الأبيض، لكن شايف أستاذ محمد علي فضل الله عندك تعقيب أو إضافة في جانب التعليم الديني. نعم،
نحن عندما نتحدث عن تعليم الدين في النيل الأبيض في منارات وفي أركان ركينة في هذه الولاية لابد أن نطوف عليها حتى تطواف خفيف، لأن يا أخواننا لو تكلمنا عنها يعني في حلقات ما بتكفي، يعني لابد أن نتكلم عن الشيخ بيرود الحسين وأحفاده، لابد أن نتكلم عن الشيخ الخنجر وأحفاده كذلك والخلفاء الموجودين الآن، لابد أن نتكلم عن الشيخ سالم والحيربي المجمر في منطقة غرب الدوين، لابد أن نتكلم عن الشيخ السماني الشيخ الوسيلة، ولابد أن نحيي هنا العرشكول ونحيي الشيخ ثابت الخليفة الآن، ونحيي في شبشة الشيخ عبيد الشيخ العبيد الشيخ الحاج موسى الشيخ برير. وأيضا في هذه التحية يا أخواننا في رحلات سنوية حق نعرج عليها لأن بتدي مدلولات، يعني الشيخ العبيد الشيخ الحاج موسى في كل عام يوم 15 شهر 3 في رحلة بتطلع من شبشة إلى سنار. نعم تمشي إلى سنار، هذه رحلة لها مدلولات يا أخواننا في العرف الصوفي. وكذلك عندما تحدث عن الكريدة الشيخ عمر وخلفه ابنه بعد ذاك الشيخ برير الحربي وبعد ذاك الشيخ محمد أحمد والآن الخليفة الشيخ حسن، وله التحية هذا الرجل الفاضل الشيخ حسن هو الآن خليفة الكريدة، والرحلة الطويلة التي تأتي من زريبة مرورا بكل هذه القرى إلى أن تصل الكريدة، وبعد ذاك فتق العودة لازم أن تأتي إلى شبشة ولها مدلول أيضا، وبعد ذلك الرحلة الثالثة أيضا الشيخ الطيب الشيخ بريرير الشيخ الصديق من منطقة خور المطرق إلى أيضا إلى الزريبة، وهذه الهجرة لها مدلولات، يعني أخونا حمد قال لك الآن تمشي الزريبة ما حتمشي طبعا ساي، لكن أخوانا الحكتري فيها توادد وفيها محبة، وهالنصوحي يقولوا ما عنده محبة ما عنده الحبة، فهذه مدلولات يعني في هذه الرحلة. ولا بد أيضا نتحدث عن هذه القامات المديدة التي صنعت شكلت وجدان الأمة الديني، عشان كده كبير شيخ مهدي بعد قال الصوفي المهدية جاءت النيل الأبيض لأنها لقت يا أخواننا لقت قدامها إرث ديني ولقى فيه تشبع بروح الدين والتدين، جعل الناس يا أخواننا يعني يبحثوا عن مجدد يبحثوا عن 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 لغة يعني تجمعهم جميعا، فجاءت المهدية ثورة المهدية بهذا التاريخ العريض. وفي ثورة المهدية يا أخواننا نتكلم عن الجزيرة أبا، ممكن حنتكلم عن النيل الأبيض كلها وننسى الجزيرة أبا، الجزيرة أبا يا أخواننا لها تاريخ عريق وتاريخ، هي تفتكر العلامة الفاصلة والنقطة الفارغة في الصورة المهدية، ولذلك الجزيرة أبا يا أخونا مهدي أنا أفتكر كان لابد أن نطوف عليها تطواف خفيف، وهي أيضا يعني معركة الجزيرة أبا المهدية في التاريخ بيقولوا هي يعني بداية الصورة المهدية الحقيقية في هذه المعركة. أيضا لابد أن نتحدث عن الشيخ عبد الباسط الجنزير، سأل قبل الشيخ ما يتكلم عن بعض المشايخ، الشيخ عبد الباسط الآن في الخرطوم ميدان الجنزير ده هو يا أخواننا من الدويم ومن الأبيض ومن قرى غرب الدويم منطقة اسمها عد العود، فهذه أيضا من التاريخ العريق المشهور. يعني برضو شيخ مهدي أنت ما تكلمت عن الشيخ العليقة دي كلام ضافي، في لغة كبيرة جدا وفي إرث تاريخي وديني كبير جدا في هذه المنطقة والقرى اللي حولها، والشيخ خالد الشيخ منا وهذا التاريخ العريق يطول عن هذه عن التعليم الديني وهذه المعالم وهذه المنارات التي أضاءت لنا الطريق جميعا، يعني حقيقة والكلام يطول عن التعليم الديني، لكن نطلع فاصل ونعود على النيل الأبيض. ما زلنا في ضيافة النيل الأبيض، وزي ما قلنا يا إخواننا الحديث عنها طويل، لكن بنحاول نختصر في نقاط عشان نقدر نأدي معلومة كافية عن النيل الأبيض. أستاذ مهدي نتكلم عن الاقتصاد، النيل الأبيض شنو الموجود اقتصادي وشنو بيساهم في اقتصاد المنطقة؟ النيل الأبيض كمنطقة متميزة في السودان لها موارد طبيعية واضحة، النيل نفسه أبو الموارد، الأراضي الزراعية، الثروة الحيوانية، الثروة السمكية في الغابات،
وكل هذه الثروة في النيل الأبيض إذا استثمرت بصورة حقيقية يمكن أن يكتفي السودان ذاتيا من النيل الأبيض، تكفي هي سلة غذاء السودان. نعم. إذا استثمرنا الموارد الطبيعية الموجودة في النيل الأبيض. نعم. نعتبر النيل الأبيض ما زالت بكر. لماذا؟ حقيقة لسوء التعامل حتى مع الموارد الطبيعية، ونفتكر أنه الزراعة هي قاطرة الاقتصاد في السودان كله، وهي أيضا قاطرة الاقتصاد في ولاية النيل الأبيض. الزراعة في النيل الأبيض حقيقة بقت شقين، شق بقى قومي اللي هو المصانع الكبيرة الزراعية، مصانع السكر هي زراعة. نعم. دي أخذت مساحات كبيرة جدا ولاية النيل الأبيض، وتحسب قوميا، لا تحسب دي في إنتاج النيل الأبيض. نعم. تحسب في إنتاج السودان كله. ده جانب. الجانب الثاني أصبح فيه شبه إهمال كبير جدا، وإنتاجيته دنت لحد كبير، اللي هي مثلا الزراعة. الزراعة نوعين، زراعة المروية على ضفتي النيل. نعم. ودي مساحات كبيرة جدا في مجملة هي نصف مشروع الجزيرة، هذه المساحات المروية. ثم هناك الزراعة المطرية التقليدية والزراعة الآلية في جنوب الولاية بشرق وغرب النيل الأبيض في منطقة المجارس متاخمة لجنوب كردفان، والمنطقة الشرقية المتاخمة لجنوب ولاية سنار. هذه زراعة واسعة كما تحدث أخي محمد علي جبيل، هي زي 6 مليون فدان صالحة للزراعة، مستغل منها 4 مليون فدان. الزراعة دي الآن إنتاجيتها ضعيفة جدا، والحديث حقيقة عن الاقتصاد بصفة عامة والنيل الأبيض جزء من الاقتصاد السوداني متدني، ما قدرنا نعالج هذه المعضلة. كيف نقفز لأنه نرفع الإنتاجية؟ الآن يكثر الحديث عن الإنتاج والإنتاجية. نعم. وكيف نزيد الإنتاجية؟ من ناحية نظرية هنالك كثير من العلماء في السودان وأثبتوا أنه بهذه الحزمة يمكن أن نحصل على إنتاجية عالية جدا. نعم. لكن هذه الحزمة لم تنزل حتى الآن إلى الواقع وإلى الواقع العملي لأسباب كثيرة، منها أسباب التمويل، وده فيه عيوب كثيرة جدا، تمويل قصير الأجل، تمويل ناقص، لا يمويل هذه الحزمة بكاملة. إذا مولنا الحزمة التعليمية بكاملة نحن ممكن نقفز بالإنتاجية إلى معدل عالي جدا، ده في الزراعة. كذلك الثروة الحيوانية، نتعامل مع الثروة الحيوانية حتى اليوم إنتاج هنا تعامل تقليدي اللي هي ثروة وتمشي ومسارات وغيره. العالم ده كله الآن نظم الثروة الحيوانية في مزارع رعوية. نعم. ويمكن أن تنظم في مزارع رعوية في النيل الأبيض، وده يمكن أن نحن نغذي السودان كله من النيل الأبيض فقط، ناهيك عن جنوب دارفور أو جنوب كردفان. فالمزارع نحن الثروة الحيوانية الموجودة في النيل الأبيض أكثر من 8 مليون راس. في السودان في 135 مليون راس. في هولندا في 4 مليون ونص راس إنتاج بصل العالم كله. ونحن الأبغار فقط في السودان في 45 مليون راس. أهل جعانين لعدم الاستغلال الحقيقي ولسوء الإدارة ولعدم الجرأة في اتخاذ قرارات جريئة. نحن رأس المال حقيقة نوظف توظيف حقيقي بدون خوف. نعم. يعني احنا نعمل مزارع رعوية وننتظر في تمويل طويل الأجل لعشر سنة. احنا فعلا بعد ده انتاجنا حيخفف في العالم كله من الثروة الحيوانية فقط. النيل الأبيض وحدها تستطيع. ده جانب. صناعة السكر هي دي حصريا في السودان الآن بينتج 80% من السكر بالنيل الأبيض، لأنه النيل الأبيض ده عبارة عن بحيرة دايمة. لاحظ. نعم. النيل الأبيض ده بحيرة دايمة تصلح لزراعة السكر. يمكن انت خبير اقتصادي. نعم. السكر ده يعني جدول حق زراعته في الـ في الـ في الـ في السودان الحكايه زي الجدوى كده حسب تقديرك؟ نعم. نعم وزي الجدوى، جدوى كبيره السكر، زي الجدوى جدوى كبيره. الان انت شايف ان السكر كعنصر مستهلك في السودان واحد من الاغذيه الاساسيه، نحن حتى بنستورد سكر الان. يعني السودان احيانا النيل الابيض بكل الثقل ده زائد سنار زائد خشم القربه زائد الجنيد، نحن برضه بنستورد سكر. فالسكر ماده مطلوبه ودخلت في كثير من انواع الاغذيه. انا شايف السكر المستورد اقل سعرا من السكر. نعم. دي التكلفه هنا، نحن دراسه التكاليف حقيقه السودان كلفتنا عاليه جدا حتى في الانتاج الزراعي الاخر، يعني انتاج الحبوب والحبوب الزيتيه وغيرها ما قدرنا ننافس برا لتدني الانتاجيه. الكلام الان كله نحن كيف نرفع الانتاجيه دي؟ اذا رفعناها نستطيع نحن ننافس السوق العالمي، ونستطيع ان نزيد حجم السكر والانتاج، ونحن نزيد الانتاج كله، ونستطيع ان ننافس في الخارج يعني. فنحن حقيقه هنا في ولايه النيل الابيض. نعم. اخ محمد، نحن بينقصنا جرأه قرار اساس في ناحيه الزراعه، انه لابد من الزراعه دي ان تمول تمويل طويل الاجل. اثنين، ان تعامل، نحن نعمل تاهيل سنويا في مشاريع النيل الابيض اسمها مشاريع عاشه وهكذا وماتت كلها، وسنويا يكون في تاهيل، لكن لا يؤدي الى شيء. المشاريع دي لابد من تجميع، ودي دراسه وعملت دراسه قويه جدا. نعم. تكلف اكثر من مليار و500 مليون دولار. فنحن اذا كان الشجاعه موجوده وصرفنا المليار و500 مليون دولار
على تجميع المشاريع في النيل الابيض. نحن حقيقه حيكون عندنا زراعه بمستوى عالي جدا، نستطيع ننافس في الخارج، نستطيع ان نغذي السودان من ولايه واحده وبقيه الولايات كلها يكون للصادر. كذلك في مجال الثروه الحيوانيه اذا طبقت عمليه المزارع الرعويه بصوره سيئه. احنا اوريك نموذج كنانه في 30 فدان خدتين 2000 راس من البقر، 2000 راس وممكن تشيل 10000 راس. احنا الان على مساحه النيل الابيض 39000 كيلو متر مربع، هذه ثروه تنتشر لو جمعناها نحن نستطيع نرعاها رعايه جيده، نديها تغذيه جيده، انتاجيتها من اللحوم والالبان تكون جيده يعني في مزارع رعويه منظمه يعني. برضه يا استاذ مهدي المشاريع الزراعيه التي ملكت لمستثمرين ولم تستزرع تقدري برضه خارجه يعني اشكاليات زي مشروع سابينا والرديس، المشروعات دي يمكن يعني ملكت لمستثمرين وحتى الان لم تبارح معها يعني لم تزرع لم تستثمر، دي برضه تقدري بتاثر في الناس يعني بزراعه ورعي لقينا روحنا لسه ما قادرين نجيب فيه. زي ما قلنا المواضيع طويله، لكن نرجع لاستاذنا غريب الله نتكلم والزمن بيسرق فينا زي ما بقول. هلا نتكلم عن الموروث الثقافي، يعني ايغاعات النيل الابيض شنو؟ ما يميز الايغاع، ما يميز الشعر، الفن، الغنى، شنو الموروث الثقافي الموجود؟ طيب النيل الابيض طبعا يعني الميزه الاولى التمتم، يعرف انه نحن حتى وان كان في حديث حوله، في حديث كثير بيقولوا الاخوه الباحثين، لكن نحن بنقول انه اذا ذكر التمتم ذكرت التومات، والتومات من النيل الابيض، وهذا فخر يكفينا تماما يعني. نعم. دي واحدة. نحن يعني الآن مصدرين لمعظم الموسيقيين الموجودين الآن في مدرمان في مراكز الشباب بل في الإذاعة ذاتها كلهم حقين النيل الأبيض بدون ذكر أسماء يعني. نعم. في النيل الأبيض في كثير جدا من الثقافات المتباينة لكن مش شافها، يعني إذا أنت مشيت شمال النيل الأبيض أو جنوب النيل الأبيض أو شرقه أو غربه بتلقى الممارسة الثقافية للأغنيات الشعبية واحدة، يعني العادات التقاليد واحدة حتى الأغنيات واحدة. إذا لقيت الكرية حضرتها في جنوب الولاية بتلقاها هي نفس الكرية في شمال الولاية مع اختلاف بسيط جدا حسب البيئة، يعني ناس الجنوب ديل سريعين شوية باعتبار انهم ناس بر وجارين وحياتهم فيها سرعة شوية فإيقاعهم بيكون أسرع، لكن هي نفس المسألة. صدرنا كثير من الفنانين والمبدعين نيل الأبيض، عندنا الأستاذ عيسى الحلو وصديق الحلو. نعم. ديل قاصين معروفين مشهورين طبعا، وبالمناسبة جدهم علي وتحلو الغايد الثاني في الثورة المهدية. نعم. تجاني حاج موسى كما زي ما قال اخونا محمد قبيل هو حلنقي النيل الابيض. نعم. وعبد الله شابو وكثير الرابحة محمد حماد عيسى تيراب كلهم ديل تصدير النيل الابيض يعني محمد موسى. نعم. انت الان يعني واحد من ناس النيل الابيض مصطفى عبد الله معكم هنا في الشروق ايضا، يعني النيل الابيض صدرت عدد كبير جدا من المبدعين والفنانين والموسيقيين. انت عارف لو حاولت تحصر بس يعني انا هسه مثلا انتباه للدويم، حاولت تحصر الدويم بس المبدعين اللي قدمته بتلقى كميه يعني حتى في مجال الرياضه في مجال الفن. ايوه الاجبال الدويم والرابطه الرابطه كوستي مريخ كوستي ورمد عندي منافسه في الدوري الممتاز عندي لها يعني لها نعم لها تاريخ كبير. بعد ذاك نحن برضه تكلمنا عن الرياضه، عبد الله كريسينجا وفد يعني مبكرا للرياضه على مستوى الهلال. اول من حمل اسم زيكو في مريخ العاصمي نعم. كان هو زاكي محمد دود من كوستي. نعم نعم. فهذا في جيل عبد الخير هو لاعب الفريق القومي ولاعب المريخ الشهير يعني. نعم. في دي رياضه لما تمسك فن بتلقى حتى في نعم في جيل الشباب بتلقى موجود علي سيد احمد نعم في المورده مشهور ديل من كوستي. الراشد الدويم كذلك يعني رشيد الدويم عبد المنعم الدويم طيب الدويم تلقاهم بالاسامي نعم. يعني شايلين معهم كمان اسم المنطقه نعم. بتجي تلقى في الفن برضه يعني موجودين مجموعه من الشباب مثلا البابلي نعم والفنانه فهيمه ديل ايضا من فهيمه من الدويم والبابلي من منطقه غرب كوستي. انا اقول يا اخونا محمد موسى نعم الكلام ده كله جاي لان احنا البيل قلنا ان هي عباره عن لوحه مسقره للسودان نعم. جو من الشمال ناس الشمال قبل ما قلت الشوايق والجعالين والضناقل والمحس استقروا في المدن الكبيره خلقوا ثقافات يعني جو من الغرب ناس الغرب بثقافتهم المعروفه عشان كده ثقافتنا بقت مزيج من الثقافات من كل السودان نعم. يعني انت لو تكلمت عن الطنبور موجود قد يكون بشكل اخر تكلمت عن حتى في حاجه اسمها نحن عندنا في غرب النيل حاجه اسمها التويا عارف دي موجوده عندنا في غرب النيل حاجه اسمها التويا الان موجوده الناس بيمارسوها يعني فدي كلها هي مزيج من الثقافات لناس يعني عبروا تعلموا وتثقفوا ثقافتهم كانت يعني ثقافه عميقه. واستاذ محمد والاشهر في ده كله نعم. بعد الدلوك العام في الولايه كلها النجاره، النجاره في جنوب الولايه نعم. في محليه السلام وتندلتي، النجاره دي طبعا هي رقصه بتاعت بقاره نعم. وده الشريط يمكن اللي بيسموه شريط الزافنا من غرب النيل الابيض ده الى جنوب دارفور نعم. النجاره واحده
وده يمكن واحدة من هوية الشعب السوداني يعني. نعم. يمكن نفس النجار الموجود في جنوب النيل الأبيض هي موجودة في جنوب كردفان، موجودة في شرق دارفور، موجودة في غرب دارفور، نفس النجار. فدي نفس المعنى بتاعها، نفس المعنى ونفس الرصة، نقرة للفروسية للحرب ونقرة للسلام ونقرة فقد العزيز، لعبة خيل يعني. البنات بيلعبوا وبيضربوا طبل. محمد يعمل تداخل الغبلي يعني. احنا النيل الأبيض من الناحية الغربية من محلية بارة ومحلية أم روابة، دي المحليات فيها قبائل متداخلة. نعم. يعني تلقى مثلا المجانين في منطقة الدويم، غرب الدويم، تلقاهم أيضا في منطقة بارة شمال كردفان. نعم. تلقى البزعة كذلك، تلقى الكبابيش في الولايتين ممتدات، تلقى الشنابلة الامتداد النيل الأبيض وامتداد شمال كردفان. هذه قبائل متداخلة ومتجانسة في ثقافتها، في أعراف، في تقاليدها، حتى في طريقة كسبها للحياة العامة في الزراعة والرعي، بيزرعوا ما حاصل مشابهة، كان السمسم، كان الدخن، بطريقة متشابهة بطريقة متقاربة. ده على مستوى الجانب الغربي. أيضا كذلك جهة سنار، كنا أخونا تفاصيل، عندنا مزارعين من سنار مع النيل الأبيض مختلطين في المنطقة الشمالية. حاجة مهمة جدا يا محمد موسى، أو معروفة بس في النيل الأبيض يعني، ما موجودة كثير، يسمى بالجرداق، وهي جزر النجار يعني. الجرداق ده هو يعني الشغل الوحيد اللي بيسووه الرجال يعني في التراث. الباقي الحياة كلها بسواء النسوان زي ما قلنا قبل، لكن الجرداق ده بسوي الراجل. يعني ما يكون جرداق نجارة، أثناء النجارة تقوم تعجب بيت، يقوم يشعر فيها شعر منغوم، يوقف النجار ويقوم يقول الشعر بتاعه ده. أو جرداق تاني يسمى جرداق الخيل، وده بيسموه المسن الذي يسن همم الرجال، يكونوا طالعين لفزع أو طالعين لرد عدوان أو لنفير، فيكونوا هم في ظهور الخيل وبيقوموا بيقولوا جرداق. ده نغمة أخرى من الشعر الحماسي اللي بيشكر به نفسهم، يشكر القبيل عشان يدفعهم يحرك الفرسان دي. الشغل دي برضه دي خاصية للنيل الأبيض، من ثقافة النيل الأبيض. سمع الجرداق. بالشكر أنا بتذكر لي مربوع للضحوية لما قال أظنه جاب لي إبل ختاهن، والقصة بقت أنا جماعة قبضه، فبقى داير يتخرج من الحكايه دي، ولكن هو خاطيها وقاعد في الحراسه. فقام قال لي مربوع، قال يعني مان السجمان عند سؤال قريت، ان برد المال مان البخيل صريت، وان حرم بكار ما هي صفايح زيت. يعني القصه دي عنده فيها فهم يعني. كان برد المال وعدانه بعد ما هو يهنبت الابل دي ويجيبها، طبعا بكار دي يا اخواننا معناها ابل يعني. نعم. بعد ما يهنبت ما بدي سين، بينفغن على اصحابه وزملانه في جلسات حق السمر حقتهم. ان حرم بكار ما هي صفايح زيت، صفايح زيت طبعا دي دزم للنزول اللي بيسجلوا صفايح الزيت ولا بيسجلوا حاجه ما عندها قيمه. هو سرق بكار يعني، زي ما قالوا كان سرق تسرق. يا اخي انا اتمنى استاذ مهدي يدينا فكره عن الحكامه في النيل الابيض. الحكامه في النيل الابيض حاجه مختلفه جدا جدا. نعم. الحكامه حقيقه هي يعني من اسمها كأنها هي الحكمة. نعم. هي اللي بتجيب الأمثال، وهذه الأمثال بالتالي هي بتنظم منظومة الفروسية وبتخلي الرجال يمشوا في الحرب وغيرها. فهي يعني بتغني دائما للقيم العالية. نعم. للفضيلة، الشجاعة، المروءة، الكرم، نكران الذات. فالحكامات حقيقة في النيل الأبيض هم يعني يمكن تسميهم الضمير الثقافي بالنسبة للولاية كلها، والمحرك الحقيقي يعني. حتى الآن حتى في العصر الحديث ده الحكامة لو جات في الجيش هي حقيقة بتحمس وبتدفع بدفع أقوى بكثير جدا من أي نشيد، من أي نشيد وطني. نعم. ليه؟ لصفة، أول حاجة هي امرأة. نعم. فهذه بتصير نخوة الرجولة في الرجل في البداية. نعم. ثم إنه ما بتقوله من حكم ومن تراث قوي من الأجداد، وضحوا كيف وكيف السودان ده مثلا اتبنى، وكيف أبهاتكم عملوا وعملوا، بيصبح هناك دافع قوي جدا للرجال بيندفعوا. هما طبعا زي ما يقولوا ذات شقين يعني، فيها شق ايجابي وبيدفعنا لحمايه الوطن ودفعنا امام، فيها شق اخر يمكن يؤدي سالب مع التجارب طبعا. نعم. يعني الشق السلبي دائما لو حصلت اي يعني التقاء في معركه بسيطه او مشكله بسيطه في المنطقه. نعم. لو حصل فيها موت طوالي بعدين وسام بخشهم. انتوا قاعدين ولسه ما جبتوا تاركم، فيا اخوانا برضه الحاجه دي عندها يعني حتى المشكله بسيطه بعدكم زيدوها. فالحكامه طبعا بتاريخ معروف في حكايه التجيع ولا كده، لكن برضه نرجع نقول احيانا يعني المراه قاعد تكون سبب في انه يعني تزيد المشكله. ما اتكلم عن اخواتنا سيبه بيفهم صار، لكن هن يعني ما بيقبلن انه اذا كان حصل موت لازم يجي التار، ودائما الزول بينظر يعني يرجع البيت ولسه عنده اخوه ولا ابن عمه. فالحكايه دي احنا عندنا فيها تفاصيل كثيره جدا. اذكر يعني مفرده بتقول فيها الحكامه يعني عزام ما بيخاف من شيء، جاموس كان ضرب الصي ما بيجيك بالني، او بتقول مثلا
دخراك لزمن بطال ما يعني. هي كلام جميل انا افتكر انه فيه قيم وده مال موزات هسه الصي ويجيب عزام الكرم وما بخاف من شيء الشجاعه ما ابغى ايوه كان مرق الصي ما بيجيك بالني بيجيك بالحاجه الكويسه يعني. طيب نحن في خواتيم حلقتنا معانا شيمه محمد موسى مرحب بك يا شيمه وهذا المطبخ بتاع النيل الابيض زي ما بقولوا الليله حتقدمي لنا شنو كحاجه من 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 الاكل الموروث في النيل الابيض. وعليكم السلام والرحمة. الليلة هقدم لكم وجبة بتاعت السمك. طيب لا يعني السمك طبعا زي ما قالوا قبيل الأساتذة محمر ولا قال لكم محمر ولا عاد؟ سمك محمر. أنواعه شنو السمك؟ بتسووه شنو أنتم؟ بلطي ولا كجيك ولا محمر مقلي في الدمعة في الشوربة. نعم. حتعملين الليلة الليلة شنو؟ الليلة مقلي يا هو المحمر ذاك. طيب غير السمك في النيل الابيض عموما الاكل الموجود شنو؟ الاكل الشعبي الموجود يعني زي السودان كله مفروض بيكون في كسره بيكون في القراصه بيكون في ملاحم رقيقه التقليه الدم. هل موجود الحاجات دي في النيل الابيض؟ هاي موجوده. ثاني في شنو؟ ممكن نقول الروب برضه باعتبار انه في ثروه حيوانيه. هاي الروب النعيميه وفي ملح شرموت. الروب شنو؟ الجبنة. اللبن ذاته احنا عندنا فيه اكلات كثيره جدا. نعم. بنسوي فيه الغباشه. نعم. بنعمل فيه السفارس. نعم. بنعمل فيه ملح الروب. نعم. وبنعمل فيه ملح اللبن ذاته. نعم. اللبن ذاته بنعمل فيه ملح لبن وبالاضافه للجبنه وفي كثير من الاكلات. والسمك ده ذاته السمك معمول ملايق بسموه ملح عربد عندنا في النيل الابيض اللي هو شرموط السمك ينشفوه ويعملوه ملايين. زمان كنت احنا هاي ده زماننا نحن دي احنا ما كبار وحضرنا السمك بليله. الشرموط ده السمك بليله يتقطع مع العيش. دول عمال اسمه الكجيك. الكجيك الشرموط اللي بنشفوه السمك ده السمك الكجيك. وفي بليله يعملوه مع البليله مع العيش. نعم من زعين الكوره. ايوه النوعيه الرئيسيه في البلطي طبعا حاجه معروفه. في السمك ثاني الصينيه بتاعت السمك حاجه معروفه. في الفسيخ ايضا. في السمك ايضا ده شوربه بتاع السمك يعني. فافتكر دي الصفات بتاع السمك اللي بيعملوها لنا في النيل الابيض. واقدر اتكلم عن الجبنه. النيل الابيض بالمناسبه متميزه بصناعه جبنه يمكن على مستوى السودان مشهوره ويمكن ماركه مسجله وحينما يذكر انه جبنه النيل الابيض هي بالتالي تعني الجوده طوالي. نعم. طيب احنا سعيدين. محمد عليك الله لحظه بس في اكله انا لازم اتكلم عنها يعني. نعم. حقت اهلنا الرواعيه اللي بيكونوا في الخلا اسمها دبليبه ام نارين. انت اظنك ذاتها بتكون سمعت حبه ام دبليبه ام نارين ام حليبين ام حليبين برام هي يعني زي بيجيبوا دقيق وبيلخبطوه بسمن وزيت وسكر وبيقوموا بنجضوه وبيقوموا بدردموه درادم درادم كده بيقوم بنشعل مع الراعي في المخليه حقته زي زواده. نعم. محل ما يصل ثاني بيقوم يعمل لنا نار جديده وبيرميها وبيكون فيها اللبن بتبقى مديده بتاعت لبن كده او بيدخون حاجه جميله جدا بياكلوها. دي من الاكلات الشعبيه الموجوده عندنا في النيل الابيض. سموها ام نارين لانها بتتنجدها في النار مرتين المره الاولى وكنت انت بتديها والمره الثانيه لما تيجي تاكلها الثانيه اللي بتسخنها تيجي سخنها. طيب احنا والله سعيدين الليله كنا في النيل الابيض هذه المساحه الشاسعه الكبيره والكبيره بكل امكانياتها سواء من عادات والتقاليد واقتصاد وثقافه وسياسه وكل الشيء الموجود في النيل الابيض. وسعدنا ايضا باستضافه الاستاذ مهدي الطيب الخليفه كنت ضيف عزيز علينا واستاذنا محمد علي فضل الله سعدنا بك كثير وكنت ضيف عزيز علينا والاستاذ غريب الله محمد فرح الباحث والاعلامي في مجال التراث في بحر ابيض سعدنا بك كثير كنت ضيف عزيز علينا. ونورت حلقتنا المبدعه امال بابو بما قدمته من اغاني تراثيه والفرقه المصاحبه ليها وايضا اختنا شيمه محمد موسى اللي عملت لنا السمك الليله اول بلطي كنوع من انواع الاسماك الموجوده في النيل الابيض كوجبه من وجبات النيل الابيض. يعني احنا بنتمنى انكم تكونوا استفدتوا كثير من حلقه الليله وبزيارتنا لاهلنا في النيل الابيض حتى جديد اللقاء. بنترككم في امان الله ورعايته. امل بابو في لحن الختام ودمتم في امان الله. شفنا قمر بين الازهار دماله ليه يجي لي ينهار.
شوفني